أعرف ذلك يا بوتشي، لكنهم سيجدوننا بسرعة. السائق سيتكلم عنا كأن يقول مثلا نقلت كلبا كبيرا أو كلب كبير وولد ذهب بهذا الاتجاه، فيلحقون بنا ويسببون لنا بالمشاكل. هل فهمت يا بوتشي الآن؟ هل فهمت؟ عندي فكرة جيدة سأخبركم إياها. بل اصعد على هذه الصخرة أسرع. هاي هاي ما الأمر؟ أرجو المعذرة يا سيدي، لكن يجب أن يكون لديك دافع مهم لإيقافي في هذه المنطقة الخالية من السكان. أردت أن أطلب منك أن تقلنا معك إلى حيث أنت ذاهب. عرفت ذلك، كنت أفكر أنني بحاجة إلى أحد أتكلم معه وأنت تطلب مني ذلك. هيا اصعد. شكرا سيدي. أحسنت. ما هذا؟ لا لا شيء، أنا سيباستيان. ماذا؟ أنا غارسيا، إني سعيد بلقائك. باستطاعتك أن تأكل ما تشاء، الطعام اللذيذ بانتظاري عندما أصل إلى منزلي. هذه هي بلدتي الجميلة، لقد اشتقت إليها كثيرا. هل كنت مسافرا؟ نعم صحيح، كنت في طنجة. طنجة؟ نعم، إنها في قارة أفريقيا. انتهيت من العمل الخطر هناك وعدت إلى موطني. إذن هل أنت جندي يا سيدي؟ كلا، أنا شرطي فخور يعمل من أجل سلامة الناس والسهر على راحتهم. لا أبدو هكذا، ليس كذلك؟ نعم. أنا بحاجة للحركة، لابد أن بلدتي تنتظرني لأخلصها من المشاكل. لكن يبدو أن لا تحدث أي مشكلة في هذه المنطقة. هذه هي المشكلة، هذا المكان مسالم جدا، لكن شيئا رهيبا سيحدث قريبا، أنا متأكد من ذلك. مثل ماذا؟ وصلتني معلومات أن الكلب الشرير الذي هرب من جبال بيرني موجود هنا وهو يهاجم الناس. ما الأمر؟ لا لا شيء، قصيت بالأكل سيدي، أريد النزول هنا من فضلك. لا تقلق، سنصل إلى المدينة قريبا. حسناً، سيقيمون حفلة استقبال لي، سنفرح كثيراً. لما لا تنضم إلينا؟ غارسيا سيصل قريباً، انتظروا بضع دقائق ويكون بيننا. لابد أنك سعيد لأنه لديك شخص مثله يعمل عندك. نحن فخورون به، الولد كبر ليصبح تحرياً مشهوراً، هذا مداعاة للفخر والاعتزاز، لنرحب به بكل محبة وإخلاص. الكلب الشرير هجم الناس، سرق الأغراض، أخاف الناس أينما ذهب، أنا أجد فيه خصما قويا. هل كان الكلب فعلا شريرا؟ طبعا، إنه مطلوب عالميا على أي حال. أنت لا تحب الكلاب، أليس كذلك؟ ما كرهت الكلاب منذ أن عضني كلب عندما كان عمري 3 سنوات، اسمه يغضبني كلما تذكرته، وأنا أنوي أن أنال من الكلب الشرير مهما كلف الأمر. لماذا يركضون خلف السيارة هكذا؟ لابد أنك مشهور جدا. ماذا؟ طبعا أنا حقا كذلك، أنا فعلا معروف هنا. شكرا لكم، شكرا لكم. ها؟
السيارة. النجدة 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 لا تعمل. ما الأمر؟ لن هرب يا بالي. هذا غارسيا. سيدي لقد عدت إلى موطني، لكن أرجو أن تنتظرني لحظة فقط. أنا متأكد أنه كان غارسيا. ماذا جرى له؟ سأذهب وأعود به. أرجو المعذرة. أنت كالزوبعة. إنه عظيم، هل هو لك؟ نعم. هيا انتظر، لماذا أنت على عجلة هكذا؟ أنا ملاحق. ماذا؟ من من؟ اتركني أرجوك. توقف، توقف فانيلوين. توقف، هل هذا هو؟ نعم. سأتكفل به. أفتح الطريق. طيب، أريد أن أسألك شيئا. تبا لك، دعني أذهب، دعني أذهب. سأرسلك إلى السجن إذا لم تطعني، هل فهمت؟ اتركني وإلا سأحطمك إلى قطع صغيرة. العروق أرسي، توقفا. حاضر سيدي. تقصد هذا الرجل هو؟ هل هذا هو مساعدي وسيعمل تحت إمرتي في المستقبل؟ قل لي ما حصل، اشرح لي الأمر لأفهم ما يجري هنا. لا فايدة، سأبدأ بإنشاء مقر للتحقيق بشأن الكلب الشرير على الفور ودون أي تأخير. لقد خرجنا من المدينة بصعوبة. يا للحظ، من بين كل السيارات التي مرت أوقفنا سيارة الشرطة. لنذهب. ما هذا؟ طائرة. هذا رائع، هذه هي المرة الأولى التي أرى فيها طائرة عن قرب. هل هذه لك أيها السيد؟ نعم إنها لي. أنا أسف، اعتقدتك رجلا. باستطاعة المرأة قيادة الطائرة أيضا. نعم طبعا. أبي ترك لي هذه الطائرة. أنا أفضل من معظم الرجال لأنني أتمرن عليها منذ كنت طفلة. كم هذا جميل، إلى أين يمكنك الطيران بها؟ هونغ كونغ، يوروبا، نيويورك. أنا أمزح، فقط أستطيع الطيران حتى غرناطة دون توقف. غرناطة؟ ما الأمر؟ أنا أيضا مسافر إلى غرناطة لملاقات أمي إيزابيل. مع الكلب أيضا؟ آنسة ماروكا، كيف كانت الطائرة؟ ليس صالحة تماما بعد، المحرك أفضل، لكن الذيل ما زال يعلق، يجب أن نشد الشريط. حقا؟ هل تريدين بعض الشاي يا سيدتي؟
نعم، لما لا تأتي معنا لنتكلم عن الرحلة إلى غرينادا؟ ماذا؟ ألا تريد الجلوس؟ سوف أغسل يدي، لن أتأخر. ما أجمل هذا المنزل. من الصعب تصديق أن شيئا ثقيلا كهذا يستطيع الطيران. لما لا تحاول؟ سوف تصبح مجنونا بالطيران. إدارة المحرك تكفيني، أفضل عدم الطيران يا سيدتي. حسنا، تفضل واشرب الشاي. أخبرني عن نفسك، لماذا أنت مسافر إلى غرينادا مع الكلاب؟ في غرينادا يوجد آنستي تليفون لك. حسنا، انتظرني هنا، سأعود قريبا. بل أليس رائع أن نتمكن من الطيران إلى غرينادا على متن هذه الطائرة؟ هل هذا أنت يا غارسيا؟ كنت في أفريقيا؟ لقد عدت ورقيت، تهانية. نعم نعم، ماذا؟ ماذا؟ انتظر، لا أستطيع استعمالها الآن، إنها لا تعمل بشكل تام بعد. لكن لماذا؟ ماذا؟ الكابل بيريني توقف، إنه تماما كالولد الموجود هنا. ماذا؟ هل هو هناك؟ حسنا، سأكون هناك حالا. السبب؟ قلت لك إنه الكلب الشرير. سأتأكد من الأمر بنفسي، إذن لا داعي لمجيئك. حسنا، هل وجدت الكلب الشرير؟ وجدته، لقد انتصر عقلي البارع. أسرع يا لارو. أرحب. ماذا تفعل؟ هيا بنا، اصعب. ولكن الوقود. لا تكن سخيفا، لا تضيع الوقت، هيا لنذهب. نعم سيدي. ماذا به؟ إنه دائما على عجلة من أمره. سيدي أين يجب أن أذهب؟ إلى بيت ماروكا. تقصد المنزل على تلك التلة؟ نعم. أسرع أسرع، لا تتأخر. لكن الوقود. لا تتكلم كثيرا، أسرع، مفهوم؟ هذا أسرع بمرتين من قانون السرعة. إنه نفس الولد، وستكون مسؤولا إذا تمكن من الهرب مع الكلب. آسفة يا سيباستيان. لا بأس، يجب أن نذهب. لم تأكل الحلوى بعد، كما أنك لم تخبرني عن نفسك شيئا. ليس لدينا وقت كاف، نشكرك على لطفك، هيا يا بال، هيا. انتظر يا سيباستيان، سأساعدك. هل أنت حقا مطارد؟ نعم، لكننا لم نقم بأي عمل سيء. لما لا تبقى؟ غارسيا صديق قديم لي، إنه ليس رجلا سيئا، لما لا تبقى؟ كنت قاسيا معه قليلا. ماذا فعلت؟ سنصبح في مأزق إذا جاء إلى هنا. لا تقلق، قلت له أن لا يأتي إلى منزلي. أخبرني أنت القصة وسأتصرف بالطريقة المناسبة. حسنا، هيا ادخل. إنه غارسيا. سيباستيان، من السهل اعتقالك أنت والكلب، لكنني سأكون مخلصا لواجباتي. تعال سلمني هذا الكلب، ولا أريد أي ألاعيب أو خدع. لا لا لا، انتظر يا غارسيا. شكرا لإبقائه يا ماروكا،
لا أحب طريقة لباسك، لكن يبدو أنك زدت جمالا منذ آخر مرة رأيتك فيها. لم يقوم بأي عمل سيء يا غارسيا، أنا أعرف ذلك. سمحت لك بركوب سيارتي وسمحت لك بتناول طعامي، فسببت لي العار وحطمت لي سيارتي. أنت أنا آسف. لا تطاردهم. هذا سيدي، لن أدعك تهرب هذه المرة، سأنال منك. غارسيا تمهل قليلا. سأكلمك لاحقا أيتها الجميلة. ماذا نفد منا الوقود؟ إنها غلطتك، لا أستطيع تحمل ذلك، سأسحب رخصة القيادة منك. أنت غبي. من هذه؟ تبا لك. أنتم الآن جميعا بإمرتي. الكلب الأبيض الشرير عاد إلى البلدة. انتبهوا، اتبعوا تعليماتي وخذوا احتياطاتكم. الفرقة الأولى تحركوا، الفرقة الثانية نحو الشرق، الثالثة والرابعة احرزوا الطريق العام، سأنضم إليكم قريبا. هيا. أنا ذاهب سيدي القائد. هل يجب أن تقوم بهذه العملية الكبيرة حتى أنك حضرت الطائرة وكل ذلك من أجل ولد؟ أيها القائد، الهدف هو الكلب الشرير الذي أخاف كل إسبانيا، يجب التأكد من القبض عليه. على كل حال لقد هربوا في هذا الاتجاه، في حال عبروا الجبل سأتمكن من اعتقالهم الليلة. المكان منحدر جدا هناك، لا يمكن عبوره. يجب أن يعبروا هذه التلة إذا اتجهوا جنوبا. لو كنت مكانك لحاولت استباقهم إلى هناك. من هو؟ اسمه ريتزو، سارق، لص كلاب ومتشرد. لص كلاب؟ إذن لابد أنك متعود على الكلاب. بالحقيقة أعرف كل شيء عن الكلاب. ماذا؟ ليست الشرطة وحدها التي تطارد الكلب، هناك الكثيرون الذين يريدونه ليحصلوا على الجوائز. حقا؟ اجلس. أنت ريزو، لماذا لا نعقد اتفاقنا؟ إنها ليست معي. يبدو أني أوقعتها في مكان ما. صورة أمي أين هي؟ أهم شيء عندي. لنعد ونبحث عنها. هيا بنا. لا أفضل ألا تفعل ذلك. مرحبا، قل له ليكون هادئا، أنا صديقك ولا أريد أن أؤذيك. اهدأ. كل شيء مضطرب في البلدة بسببك. المفتش غارسيا ينظم فرق المطاردة، من الخطر العودة إلى البلدة. لكن يا سيدي. اهدأ، أنا أعرف كل شبر في هذا المكان. لن تجدك الشرطة إذا تبعتني. بإمكانك البحث عن غرضك لاحقا. أنا متأكد أنك ستعتقل إذا عدت إلى المدينة، فهم بانتظارك. نعم،
حسنا، إذا اتبعني. ماذا جرى؟ تعال. ذهب سيباستيان وبيل مع رجل غريب يدعى ريزو. هل سيتمكنون من الهرب من المفتش غارسيا؟